السلام الله عليكم، مرحبا بكم في قناة كارمن جوليا قارئة التارو والكوتشينا. إذا كنت الأول مرة تشاهد فيديو بتاعنا، نطلب منك فضلا وليس أمرا أن تشترك في القناة وتفعل الجرس ليصلك كل جديد منزل، سواء بجهة لتوقعات الأبراج أو شتى المواضيع أو إشعارات البث المباشر اللي نعمله للإجابة مكانا على سؤال واحد يخصكم. فمرحبا بكم معنا حسب طلب المشتركين الأعزاء على أننا نعمل قراءة فنجان دمرة عامة لكل طاقات الأبراج. عندنا النهاردة فنجان خاص بأبراج الترابية، بعدين هنشوف الأبراج اللي أصحابهم يكتبوا أكثر تعليقات تحت هذا الفيديو، هنختار منهم اللي كتبوا أكثر تعليقات للأبراج بتاعهم، هنعمل الفيديو الثاني حسب نسبة الكتابة. تمام، الأبراج الترابية هنشوف أولا طاقتكم حاليا، وهل فيه جديد، هل فيه حاجة من الماضي هترجع، إيه الحاجة اللي هتجي إن شاء الله في المستقبل. أول حاجة هنشوف الطاقة العامة بتاعتكم. غالبا أصحاب الأبراج الترابية بيعانوا كتير من أحزان، من خذلان، من تعب وأرق كبير جدا. البعض منكم ربما عمل عمليات جراحية أو هيعمل عمليات جراحية، البعض منكم بدون عملية جراحية قلبه مجروح من خيانة، من خداع، من كذب، حاجات كتيرة متسلسلة كده في حياتكم. غالبا انتم متأثرين، البعض منكم بعلاقة ثلاثية مش قادرين تخرجوا منها، حاسين نفسكم زي ما لو كنتم مسجونين في سجن، لكن السجن ده فريد من نوعه، زي ما لو كنتم في قاع البحر مش قادرين تخرجوا عشان تاخدوا نفس، اتخنقتم، يعني عندكم خنقة كده من الداخل. دي الطاقة العامة بتاعتكم. ايه الحاجة اللي عانيتوا فيها منها في الماضي؟ زي ما قلت لكم في حد خدعكم بما قدمه لكم منذ مدة طويلة كده، اتخدعتم من حد، زي ما شفنا هنا علاقة ثلاثية أو يعني حد من الأقارب خذلكم في حاجة انتم كنتم مستنيينها، كنتم فاهمينها انها حاجة معينة، لكن الإنسان ده خدعكم، يعني كان هدفه أنه يؤذيكم. فالبعض منكم ربما كان حب مزيف، البعض منكم ساعدتم الإنسان ده بفلوس، بعدين قطع علاقته معاكم وتجوز أو حاجة زي كده وتجوزت. في خيانة كبيرة هنا، خيانة أمانة. الأمانة تقدر تكون مشاعر، تقدر تكون فلوس، تقدر تكون خيانة زوجية، خيانة في الأسرة. مش لاقيين حل للجراح دي اللي ترتبت عن كل الخيانات اللي حصلت لكم في الماضي. تمام، طب ايه الحاجة اللي هتدخل لحياتكم مستقبلا؟ لا الحمد لله، مستقبلا. شوفوا كنتوا ازاي هنا، كيف ستصبحون. ربنا حيديلكم لحد ما ترضون، حتتفتح أبواب جديدة إن شاء الله في جميع المجالات ليكم، غالبا كحد أقصى بعد 4 نقاط، 4 أسابيع، 4 أشهر حتتغير الأحوال عندكم إن شاء الله. غالبا البعض منكم حيكون فيه تغيير للعمل، البعض الآخر حيكون عندكم دخول مبالغ مادية متقطعة، يعني مختلفة القيمة ومختلفة التوقيت اللي هتدخل فيه إن شاء الله. في حاجة جميلة جاية لكم إن شاء الله، ستؤنس قلبكم من الأحزان اللي فيه، هتخرجكم من الأحزان دي. حاجات كتيرة إن شاء الله هتدخل حياتكم. أهو كارت العربة، أهو 10 بنتكيلات،
شايفين حالة الانتظار اللي انتم فيها دلوقتي، سواء انتم البعض منكم مرضى او انتظار حد او انتظار تغيير وضعية او تنقل من بيت لبيت او تنقل من بلد لبلد او رجوع حد من الماضي، طول الانتظار ده ربنا هيكافئكم عليه برجوع الشخص ده او بتغيير الوضعية بتاعتكم من الوضعية اللي هي عليه دلوقتي الى وضعية احسن من اللي هتكون عليه، يعني الى وضعية احسن ان شاء الله. هيكون في حركة مستقبلا. قلت لكم شفتوا الصعاب اللي انتم فيها او المعارك اللي انتم بتخوضون فيها او انتم فيها دلوقتي بتعانوا، سواء عاطفة سواء شغل سواء فلوس سواء مشاكل في المحكمة أو حاجة زي كده، ربنا حيديلكم القوة على أنكم تتغلبوا على أعدائكم. يعني حيكون فيه كارما حتشوفوها بعينيكم على الأعداء دول اللي أزوكم واللي أزو قلبكم وأزو كيانكم بأكملها. تمام. فيه منكم من يعاني في الشغل، ربما عندكم حد بيوصل حاجة للمدير بتاعكم أو المسؤول بتاعكم، و يعني يجي ورا ظهركم ويتكلم فيكم ويقول إنكم ما تشتغلوش، أو إنسان ما بيحبكمش دايما يحط لكم عثرات في طريقكم ويوصل كلام غير صحيح للمدير أو المسؤول بتاعكم. الناس اللي اتكلمت عليهم دلوقتي فيما يخص الشغل، المدير بتاعكم والمسؤول بتاعكم لما هيكون في حركة في الوظيفة، المدير ده هيتغير، هيجيبوا مدير آخر في مكانه أو رئيس مصلحة آخر في مكانه. لما يجي الشخص الجديد ده هتظهر عفوا الحقيقة اللي طالما ألمتكم وطالما يعني تباهى بيها العدو بتاعكم في الشغل بتاعكم إن شاء الله. إيه كمان؟ البعض منكم اللي عمل عمليات نزع سحر مؤخرا، يعني 5 شهور 4 شهور اللي فاتت دي، هتبدأ الأمور في التحرك إن شاء الله، هتخرجوا من المرحلة اللي انتم فيها دلوقتي، هيبدأ الأمور تظهر في على أوجه جديدة، على حركة في الحياة، على تقدم، على تغيير وضعية انتم فيها، سواء كنتم متجوزين عزاب أو أرامل. لهو قلت لكم تحرر. تحرر من طاقة الماضي اللي كانت معطرة في حياتكم، كان فيه مشاكل كتيرة عندكم في حياتكم حسب ما شفنا في الطاقة العامة بتاعتكم، عثرات كنتم بتمشوا فيها، كل ما تنتهوا من مشكلة تجيلكم مشكلة، كل ما تنتهوا من مشكلة تجيلكم مشكلة. لكن الناس اللي عملوا اللي اتكلمت عليهم دول عملوا مؤخرا يعني قبل 5 أشهر 4 أشهر عملية نزع سحر، فالعملية دي هتبدأ بالنتيجة بتاعتها إن شاء الله من النهاردة، اللي بتشوفوا فيه الفيديو ده تاخته مفتوحة إلى القدام إن شاء الله، يعني 5 أشهر أخرى هتظهر يعني أمور جديدة في الحركة. ما كنتش متجوزة هيتقدم لك حد، يعني في تغيير من الماضي إلى الحاضر بتغيير جميل جدا إن شاء الله، لأنه في تحرر من طاقة سلبية كانت فيكم أصحاب يعني الأبراج الترابية. تمام. نصيحة الكروت ليكم يا أصحاب الأبراج الترابية، النصيحة الأولى بلست قلت لكم أنتم داخلين في بوابة حظ هتتفتح مؤخرا أو اتفتحت مؤخرا،
اليوم ده بعد نقطتين من اليوم اللي بتشاهدوا الفيديو فيه، بعد نقطتين يعني إذا شاهدتم الفيديو ده في أول أسبوع، يوم 12 من الشهر اللي تشاهدوا فيه الفيديو ده، أو يوم 20 أو 22، هتتفتح بوابة الحظ دي. فحاولوا إنكم تنظفوا طاقتكم من الطاقة، تخرجوا من الطاقة السلبية للطاقة الإيجابية عشان تستقطبوا طاقة البوابة دي عشان تساعدكم على إنكم تتقدموا في حياتكم إن شاء الله. باي ذا بوك، حاولوا إنكم تنظموا حياتكم، كل حاجة في وقتها، كل حاجة في مكانها. فغالبا البعض منكم حاسس نفسه إنه عاش 100 سنة، ولا ربما سنك 20 سنة، 18 سنة، 30 سنة، بس حاسين إن عندكم خبرة واحد عاش 100 سنة من كتر ما شفتم في حياتكم سابقا. فهنا بيقول لكم سيبوا كل حاجة مكانها في المكان المناسب ليها وبالوظيفة المناسبة ليها. زي ما نشوف الفيلة دول، الكبير وقائد القبيلة، اللي في الوسط متمسك بالكبير عشان يعرف الطريق، والصغير هو في الأخير يحمي القبيلة. فكل واحد عنده مكانته وعنده المسؤولية بتاعته. ودي النصيحة اللي بتقولها لكم الكروت، إنكم لازم تنظموا نفسكم وتفكيركم على إنكم تحطوا كل حاجة في مكانها المناسب وتستعملوها في الوقت المناسب، أهو عشان يكون عندكم حظ إن شاء الله. زي ما قلت لكم بوابة الحظ تؤكد يؤكد انفتاحها في الأيام المقبلة بقدرة ربنا إن شاء الله. نمر دلوقتي للفنجان بتاعكم. نلم الكروت ونمر للفنجان بتاعكم. قبل ما نمر للفنجان هنشوف طاقة برجكم دقيقة القمري، هل أو عشان تعرفوا إذا كانت القراءة دي ليكم 100%، 80%، 60%، و50%. كل واحد عنده برج شمسي وعنده برج قمري، هنشوف البرج القمري المناسب 100% لهذه القراءة لأصحاب الأبراج الترابية. نخلط الكروت ونشوف الأبراج القمرية، برج الجدي، برج الجوزاء، وبرج الدلو. البرج القمري اللي الشمس بتاعكم بتور والقمري أسد 60%، سرطان 60%، عقرب 60%، 80% عفوا، برج التور شمسي وبرج التور قمري 60%، برج التور شمسي، برج التور قمري، برج الميزان قمري 60%، برج التور شمسي وبرج برج الحوت قمري 60%، برج التور شمسي اللي برج القمري برج الجدي 50%، برج التور الشمسي اللي برجه القمري على العذراء 50%، وبرج التور الشمسي اللي برجه برج القمري بتاعه قوس 50%. تمام، نشوف الفنجان بتاعكم دلوقتي. اهو الفنجان بتاعكم اهو. نشوف بره زي ما لو كان انسان واقف، اهو بداية رأسه، صدره، بطنه خارجة شوية كده، وساقيه واقف قدام أفعى خارجة من الأرض، وواحدة تانية تليها، والتالتة عايزة تخرج كمان. فهنا غالبا البعض منكم من الستات، لما نشوف البطن هنا من الستات، أنتن اللي هم لم ينجبوا بعد، أنتم مصابين بنوع من ربط عن من سحر الرحم، ربط عن الخلفة. فحاولوا تشوفوا حد يعالجكم من السحر ده.
للرجال اللي بيتفرجوا على هذا الفيديو. عندك 3 ستات أعداء، واحدة منهم مطلقة وعندها 2 أولاد، واحد سنه 5 سنين والتاني سنه 3 سنين أو سنتين. الست دي عدوة ليك، فرد بالك منها. تمام، نشوف قاع الفنجان دلوقتي. زي ما لو كان ما جبتش حاجة عشان أشوف الظروف. ما فيش حاجة أقدر شوفوا كده. زي ما لو كان هنا وش أسد، أو الأنف بتاعه، أو بقه مفتوح، أو فكه السفلي، أو رأسه، الأذن بتاعه، والشعر بتاعه كده اللي جاي في وشه، وأهي عينه، أهي عينه، شايفين؟ خاصة اللي هو برجه برج الشمسي تور، وبرج الشمسي برج القمري أسد. في اسم محسن اهو، ميم سين والنون نقطة، محسن. محسن حسن، في كمان حسنة، في كمان اسم سناء اهو، سين النون الف نقطة والهمزة اهي، سناء، شايفينها؟ شايفينها؟ دقيقة ادور على حاجة عشان اصبعي تخين. هنستعمل ده، لقيت حاجة نستعملها. استنى، أهي سناء، أهو سين، أهو النون ألف نقطة والهمزة أهي صغيرة هنا. في كمان حرف فعل سين نون، أهو الدال والعين، سندع، سندعهم يخرجون إن شاء الله، يعني في انفراجة إن شاء الله. وجات الكلمة دي تحت وش الأسد ده اللي شفناه هنا في الفنجان. شوفوا وش الأسد أهو كله بأكمله، أهو أنفه الأسود، أهو بقه مفتوح، فكه السفلي، شعره الأسود من هنا، أهي جبهته، وأهي عينه، أهو واضح الأسد. في حرف العين ورقم 3 يتكرر، وراح حرف الميم. البعض منكم مصاب بسحر. استنى، أهو سين، أهو سين، أهو الحاء، وأهو الراء، سحر. البعض منكم مصاب بسحر. السحر ده عمل ايه؟ شوفوا كده هنا، اهو حرف الجيم نقطة، الميم والدال، جمد 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 حياتكم.
في هنا صورة أخرى لوش برج الأسد، أهي أهي هنا، أهو الأذن بتاعه، أهو رأسه زي ما لو كانت رجله خارجة هنا، بس يظهر كده بس من هنا بس، ده بس برج الأسد، يعني طاقة نارية. استغفر الله. في كلمة سحاب، يعني بتمروا بأوقات شوية صعبة، وفي غموض لبعض الأشياء أنتم بتمرون بها مؤخرا. بتأكد من حاجة دقيقة. البعض من الرجال أو الستات يتعاطون الخمر، الخمر ظنا للبعض منهم إن الخمر ده يعني يذهب السحر، فهذه هذه الفكرة لا صحة لها. فإذا كنتم مدمنين على الخمر وفاكرين إنكم تشربوا الخمر عشان يروح السحر، توقفوا، فلا هذا لا ينزع السحر. مش عارفة إذا يظهر دلوقتي ولا لأ. هو فين؟ ما يظهرش. ردوا بالكم من إنسان، امرأة قصيرة القامة، تخينة شوية، هي جاية لكم بوش صديقة أو أحد من الأقارب، بس هي عدوة ليكم، حتسرق منكم حاجة مهمة، فردوا بالكم. البعض منكم يا إما سرقت من عندكم حلق أذن أو حذاء أو صندل، حاجة زي كده، فردوا بالكم. البعض منكم يعاني من تساقط الشعر وصداع شديد جدا وزفير في الأذن. الأعراض دي كلها يعني تأتي بسبب السحر ده اللي شفناه هنا كلمته مكتوبة. غالبا تعانون كذلك من ضعف النظر، بعض الأحيان تشوفوا حاجة يعني زي الضباب، ضباب كده. في اسم مريم، مي، منى، عبد أو عبدو، أيوة يا توتة. المهم في اسم محمد، المكان اللي بتسكنوا فيه هنا، يمين يمين، مثلا انتم تسكنوا هنا، يعني باب شقتكم من هنا، بيطل من هنا. لو نقول نقعد كده على اليمين، اما 5 متر يا اما 50 متر، يوجد مخبزة، يا اما المخبزة دي من زمان هي مخبزة، يا اما قبل ما تكون مخبزة كانت محل نجارة، او عندكم محل نجارة في مكان المخبزة دي، أو بعيد عن البيت شوية، فيه مكان كان يقطع فيه الخشب.
إذا سمعتم الناس دول اللي بتسكن في المكان ده، قصادكم من هنا فيه جامع، جامع أو مدرسة قرآنية. الناس دول إذا سمعتم بوفاة حد، يا إما مغترب سواء من العيلة، سواء في التلفزيون كخبر، سواء على اليوتيوب كخبر لممثلين أو حاجة زي كده، اعرفوا إن بوابة العلاج بتاعكم فاضل لها 3 أسابيع على بال ما تنغلق. إذا انغلقت هتقعد 17 سنة وهي مغلقة، يعني في 17 سنة دي لا يمكن أي حد إنه يقدر يعالجكم. فأعوذ بالله من كلمة أنا، فيه 3 يوميات زي كده بنشوف فيها، يعني يوميات قديمة بنشوف فيها إحنا يعني المعالجين إمتى تكون البوابة مفتوحة وإمتى تكون مغلقة وما نقدرش نعالج. فعندكم المعلومة دي، الناس اللي ذكرت مكان إقامتهم هنا. البعض منكم من مصر، أهو مصر، مش عارف تظهر كويس ولا لأ. أهو الميم، أهو الصاد، أهو الراء، من مصر. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. البعض من الرجالة عندك علم، يا إما بحبيبتك يا إما بزوجتك، إنها بتخونك، وشاكك حتى إنه الأولاد مش أولادك، فتريث ولا تدع الشيطان يتغلب عليك. إذا لم يكن عندك دليل مادي فتوقف من الأفكار دي. في شخص قوي البنية، طويل، يا إما بيشتغل كشرطي كدركي، يعني في مكان حكومي، عينه جاحظتين، عنده علاقة مع امرأة سمراء أو حنطية البشرة، وغالبا انتوا الاتنين مش من نفس البلد اللي انتوا مقيمين بيه. فردي بالك من المرأة هاتها. شوفوا هنا المسدس، اهو المسدس، اهو المسدس، واهو البيت اللي قلت لكم عليه، اهو الباب بتاعه، اهو السقف بتاعه اللي قلت لكم من هنا فيه نجارة او مخبزة او حاجة زي كده. بعض الاحيان عيني بتوجعني من كترة التدقيق كده في الفنجان. غالبا عندكم انفراجة مادية ان شاء الله بعد 4 نقاط، اما 4 اسابيع اما 4 اشهر. البعض منكم يحلم بروحاني أو بروحانيات، بالروحانيات، أو يحلم بأحلام تؤول له ما سيحدث. فلا تقولوا، يعني لا تحكوا بهذه الأحلام لأي أحد ولا تفكروا فيها عشان تتحقق الأمنية بتاعتكم. البعض منكم هنا عنده سحر مدفون، يا إما في كنيسة أو في مقبرة مسيحية. لما نعمل كده اهي، شايفين الصليب اهو، زي ما لو كانت كنيسة، بيت هنا وفوقه صليب اهو، واضح. يا اما قبر، اهو قبر وفوقه صليب. هناك من ندر ندر ولم يوفي به، حاولوا تخرجوا الندر ده. في هنا كمان بصورة صغيرة أو أش بالفرنساوي أو الهاء بالعربية، بس هو مكتوب بالفرنساوي. البعض منكم واقف على محكمة، والمحكمة دي
قصادها أو من ناحيتها يوجد مسجد، يا إما على اليمين يا إما الشمال يا إما قدامها يا إما وراءها. الناس اللي بتشارع في المحكمة دي هيكون عندكم انتصار إن شاء الله بعد 3 جلسات، وفيه 3 منكم بس. أنتم لا علم برزق أو ثروة، مش هقول لكم كبيرة أو صغيرة، لكن في إرث أنتم لا علم لكم به. هتجيلكم خبر ده، هتبدأوا يعني أنكم تجروا على أنكم توثقوا الوثائق اللي تثبت أن الإرث ده ليكم، لأنه جاي من جدة جدتكم أو جد جدكم أو زي كده، يعني من ناحية الأم أو الأب. فهيكون تكونوا مضطرين على انكم تحضروا ملف كده عشان تقدروا تاخدوا الارض دي او الثروه دي ان شاء الله. الى هنا وصلنا نهايه هذا الفيديو. ارجو ان الفكره دي، اني بعمل كل الطاقات الترابيه والمائيه والناريه والهوائيه لكل حدن الفنجان بتاعه. اكتبوا لي في التعليقات الابراج التي تهمكم، اللي عاوزين عليها يعني طاقه الابراج، سواء ناريه مائية أو هوائية. اكتبوا يا إما هوائية يا إما نارية يا إما مائية، عشان نشوف أكبر عدد اللي اختاروا نوع من الأبراج نعمل الفيديو المقبل إن شاء الله. شكرا لانتباهكم ولإصغائكم، وإلى الملتقى. مع السلامة.